مرحبا، كيفكن؟ في سؤال بضل يجي ببالنا، ليه نحن مضطرين نبقى بالبيت وما نقدر نلعب ولا حتى نقدر نشوف رفقاتنا؟ رح قلكن يا أطفالي، هيدي فترة صغيرة ورح تقطع. ما تفكروا بالأشياء السلبية، بالعكس كل شي إيجابي لازم نفكر فيه، ورح نرجع نتابع كل شي عملناه من قبل، الكان اللعب والكان شوفة رفقاتنا وغيره وغيره. هالفترة اللي عم نقضيها بالبيت لحتى نحمي حالنا ونحمي رفقاتنا من الفيروس، ولنتخطى هيدي الأوقات الصعبة ولنخفف من حدة التعصيب اللي عم نعيشها، في كتير طرق منقدر نعملها لنرتاح. اليوم بدنا نتعلم سوا وحدة من هيدي الطرق. أول شي نقعد بغرفة هادية بعيد عن الأصوات والأشخاص، منغمض عيوننا، ناخد نفس عميق، منحبسه جوا صدرنا، منرجع منطلعه شوي شوي. كل حدا فينا بحب شي معين، بيتخيل شي حلو، لكان طبيعة، ورد، أشجار، أصوات حلوة مثل صوت العصافير أو صوت البحر. دققوا بكل التفاصيل الصغيرة والأشكال اللي بتعطينا السعادة. فينا حتى نتخيل أشخاص معينين بيعتبروا مصدر السعادة لألنا، أو حتى فينا نسترجع ذكريات حلوة مرقت قبل معنا. هيدا النشاط ما بياخد معنا وقت كتير لحتى نطبقه، تعو نجرب هيدا النشاط، لأنه مجرد ما عملناه رح نحس أنه ارتحنا وخففنا عبء على حالنا، يعني فينا نقول أكتر أنه عملنا حالة استرخاء لألنا.